السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم جميعا متابعي جروب أكاديمية الجرافيك أونلاين. طبعا نزلت البارحة منشور، من يريد أن يعرف كيفية البحث عن الكورسات والفلاتر والإضافات بسرعة. في البداية عندنا مواقع الكورسات، موقع ديجيتال توترز وليندا وانفينيتي سكايلز، وعندنا توت بلس، هذول الأشهر أعتقد بين كل مواقع الجرافيك العالمية. خلينا نشوف أول شيء مثلا بالمنشور المثبت اللي عندنا وضعناه لتلقي طلبات الكورسات المختلفة. كيف سيتم البحث عن هذه الكورسات؟ أول شيء لو أتينا مثلا شفنا أول طلب، خلينا نكون وين وين وين. طيب نأتي للأستاذ أحمد نصار، لاحظ معي قال كورس نيم، اسم الكورس Digital Tutors Creating Photo Inspect Vector Artwork in Illustrator. أول شيء شو نسوي؟ ننسخ العنوان، نحدده، كليك يمين، نختار كوبي. الموقع اللي دائما استخدمه هو موقع فايل ديفا. هذا الموقع يجمع لك الروابط، روابط التحميل لأي موضوع مخصص، سواء برامج، فلاتر، كورسات، أي شيء، حتى مش شرط إنه كورسات ولا فلاتر ولا إضافات ولا برامج، أي ملفات ثانية منشورة على جميع مواقع رفع يعطينا إياها مباشرة. مثلا فلنأتي هنا ننسخ ونعمل لصق. لاحظ معي هنا الكورس، ممكن اشيل ديجيتال توترز احذفها ونختار سيرج. هنا طبعا لازم نتعلم على اول فايل هوست، اختار اوكي. راح تطلع نتائج بحث مختلف المراكز التحميل. ننتظر شوية، لاحظ معي هنا ستأتي، هنا طبعا هذه مواقع داونلود ناو، وعندنا فايل ترام، وهذا هذه كلها مواقع للبحث عن الملفات، بحث تبحث عن مجموعة ملفات متعددة. لاحظ معي أنا لقيت إنه عندي هذه الروابط موجودة، هذا اسم الكورس موجود هنا، والمرفوع مرفوع على موقع uploaded.net، التاريخ تاريخ 24/7/2014، يعني قريب من هنا. ممكن أكليك يمين وأفتحه في صفحة جديدة عشان أتأكد إنه الروابط شغالة قبل ما أحمل الكورس. مثلا عندي يعطيني هذا فقط بارت 3 الجزء الثالث، أنا لو ضغطت أوكي انتظر شوية، اوكي لقيت الرابط انه شغال، لكن هذا ما يفيدني، يعني انا اريد كل الاجزاء، هذا اعطاني فقط الجزء الثالث. اعلق هذه الصفحة، انا اذهب الى مثلا هذا الخيار يقول مرفوع ب 2013 بحجم 1 جيجا على رابطين، اوكي نفتحه ونشوف، شوف الروابط موجودة، اعطانا رابطين الاول والثاني. ممكن نجربهم. أول شيء خلينا نحدد الأول، كليك يمين نختار كوبي، نفتح صفحة ونافذة جديدة، نختار لصق، ننتظر شوية. هذا الرابط ما نقدر، يعني ما يعمل هذا الرابط، page not found. إذا سنغلق هذه الصفحة ما نريدها. ممكن نذهب إلى نتيجة أخرى، مثلا هذا ب 2012 مرفوع، ما معقول يعني موجود ب 2012. ممكن نجرب هذا مرفوع الشهر السابع، يحتوي على الجزء الخامس فقط، أيضا ما يفيدنا. ممكن نشوف 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 مواقع ثانية، مثلا خلينا نجعل هذه النتائج مرفوع 2012 وحقيقة وشوية، اوكي خلينا نفتح هذا، نفتحه على صفحة وننتظر لي ما يظهر عنده، إلى حد ما يظهر طلعني رابطين مرفوع على الرايت شير. ممكن افتح الرابطين، نفتح مثلا الاول ونشوف، نشوف شغال ولا ما شغال. على الاغلب هذا الموقع ما يكون دائما شغال، يعني دائما الروابط اللي نبحث عنها هي ممكن ابلودد، ممكن رابط كيتر، ممكن توربو بيت، ممكن ليتل بيت ايضا موجوده. طبعا انا بحث عن كثير من الروابط الى ان وجدت رابط تحميل يعمل. عن طريق البحث عن هذه الأسماء، أسماء الكورسات، راح يكون عندك مجموعة كبيرة من مواقع الجرافيك، مجموعة كبيرة جدا من مواقع الجرافيك.
مثلا عندنا هذا، خلينا نشوف موقع جرافيك موجود عليه الملفات. ممكن موقع، اوكي خلينا نفتح هذا مثلا روبوت 2012، نشوف الروبوت شغالة ولا ما شغالة. ما اتذكر بالضبط اي روبوت كان شغال، لكن الحمد لله حملت الكورس ورفعته بروابط متعددة ومباشرة. مثلا عندنا هذا، لاحظ معي في سورس، سورس هذا الموقع، هذا الموقع اللي حمل اللي اعطاك الروابط من عنده. ممكن تضغط على سورس ويفتح لك صفحة الموقع. حاليا هذا الموقع منتهي، يعني هذا الموقع متوقف اصلا، الدومين ما جددوه. ممكن نشوف، خلينا نشوف شيء ثاني. ترى مثلا طبعا هنا حملته الحمد لله ورفعته. ممكن خلينا نشوف كورس، اوكي هذا البونغراف تكنيكس، هذا موجود. نفتح الرابط عشان ننسخ العنوان، عنوان الكورس، ونذهب الى نفس الموقع اللي هو موقع فايل ديفا وننسخه. مثلا نأتي مثلا، لاحظ معي في الأعلى ننسخه وكليك يمين كوبي، ونذهب إلى هذا المكان نمسح القديم بيست ونختار سيرج. راح تظهر لنا أيضا روابط تنزيل الملفات موجود. مثلا عندنا هذا، هذا الهيرو تركو، هذا موقع الجرافيك، موقع معروف. لاحظ معي لينك سورس هنا موجود، نختار الموقع ونفتحه. نظرا يعني نخرج من ريموف فريم هنا الموجودة، اوكي يظهر لي موقع جرافيك. انا حاليا وجدت موقع جرافيك مميز جدا ويحتوي على العديد من الكورسات. مثلا عندنا روابط رابط جيتر، لو فتحناها هذا فايل نوت فاوند. الثاني يمكن، ممكن على موقع ال ابلود ايبل، فتحنا ايضا ما تلقي موجود. مستحيل انه ما تلقي روابط موجودة شغالة. خلينا نشوف اوكي هذا سينما 4D، هذا رفعناه قبل يومين اعتقد، رفعناه في اكاديمية جرافيك. ننسخ العنوان يوزك موجراف كوبي، نجيبه في هذا المكان ننسخها، نختار سيرج، تظهر لنا روابط التنزيل. يمكن هذا مرفوع بشهر 10 2014، نفتحه. 9 روابط مثلا، يعني هو اصلا كورس جديد، الكورس نزل اصلا في الكورس في الشهر 10. عندنا هنا مجموعة روابط، مثلا لو فتحنا اول واحد، خلينا نعمل كوبي نفتحه بصفحة جديدة هنا مثلا. لقينا انه الرابط شغال، لقينا انه 9 روابط شغال. كيف يتم التحويل؟ يتم التحويل عن طريق مواقع تختص بتحويل الروابط الى مباشرة. انا حاليا خليني نفتح السيرفر، السيرفر اللي من خلاله نرفع الملفات عليه، وخلينا ننسخ رابط التحميل موجود هنا موقع ابلودد. عملت له كليك يمين كوبي ودخلت الى موقع. طبعا موجود توجد مواقع لتحويل روابط كثيرة جدا، لكن هذا الموقع عندي فيه عضوية في اي بي لتحويل الروابط الى مباشرة بسرعة عالية جدا وفي اي وقت. ننسخ الرابط ونعمل انتر. طبعا لازم تسجل عضوية، تكتب اسمك وتكتب لوجن وتدخل رقم سري عادي. حاليا المزوري هنا يحول روابط 456 ميجا ميم في اي بي، يعني ممبرز في اي بي، عضوية في اي بي. كليك يمين وكوبي لينك ننسخها. اروح على السيرفر وافتح الداونلود مانجر وافتح اضافة رابط واختار حسنا. راح يظهر لي اسم الملف ومع الحجم. راح اختار بدء التحميل، طبعا لانه سرعة السيرفر عالية جدا، راح تصل الى اكثر من 10 ميجا في الثانية لتحميل الملف هذا. طبعا نرفع، نحمل كل الملفات، نضيف حقوق الموقع او حقوقي، وبعدها نقسمها على روابط متعددة ايضا، ويكون الامر سلس ان شاء الله. مثلا خلي هذا يكمل التحميل، وخليني اخرج ابحث عن رابط اخر. مثلا قبل البارحة اعتقد
مثل الأخ صلاح قال إنه يريد فلتر اللي نزلنا ورشة، متى هذا الفلتر؟ زوك ويك ويركس. نسخ العنوان، في العنوان وضعت اسم الفلتر، نسخ له فلتر، خلينا نسخه بشكل جيد، كليك يمين نختار كوبي ونسخه في هذا المكان، بيست، نختار سيرج، راح يظهر لك إصدارات الفلتر، كل شيء تريده، كورسات، أي شيء موجود هنا، فقط ابحث عن الروابط الشغالة وحولها بموقع التحويل، وراح يكون عندك كل شيء تمام إن شاء الله، ولن تضيع وقتا كثيرا في البحث عن كورس معين. أنت ممكن تدخل على موقع ديجيتال توتورز، ممكن أختار السوفت وير وأختار اسم البرنامج اللي أبحث عن، مثلا أبحث عن دروس عن سينما 4D، أجي لسينما 4D، هنا راح يظهر لي عدد تخصصات، أول شي Getting Started للمبتدئين، Motion Traffic، Modeling، Rigging، Animation، Lighting، Rendering. عادي أنا ممكن أبحث عن كورس معين، أدخل هنا أخذ اسم الكورس ومباشرة أذهب إلى هذا الموقع، أنسخ عنوان الكورس وأضعه وأشوف روابط التحميل شغالة، أحملها على السيرفر وأضغطها من جديد على روابط مقسمة ورابط واحد فقط، وأرفعها على مراكز التحميل، وبعدها أنشئ الموضوع بشكل عادي جدا. الآن شبكة الإنترنت شوي ضعيفة، لهذا ما يظهر نتائج البحث عن هذا الملف. إن شاء الله يكون هذا الأمر واضح، الأمر سهل جدا، فقط عليكم التجريب من الروابط الشغالة في الموقع، وإن شاء الله يكون كل شيء تمام. لاحظ معي مثلا الآن يقوم بالتحميل، تحميل نتائج. أنا حملت مثلا الملف هنا، حملته من هذا الموقع، الإصدار الثامن للفلتر، فتحته كليك واحد فتحنا بنافذة جديدة، وجدت انه موجود هنا رابط، فتحته لقيت انه رابط شغال تمام، نسخته كليك يمين كوبي، دخلت على موقع vnzleach.com، هذا موقع يحول الروابط، وضعت الرابط في مسج وعلمت على سمارت تشيك لينك لانه بيعمل تشيك تلقائي، وضغط انتر تلقائيا راح يضيف لي الرابط، وبعدها راح يحول لي اياه مباشرة. لاحظ معي ثلاث ثواني نزل الاسم مع الرابط هنا، وننتظر لحين التحويل، تم التحويل، كليك يمين اختار كوبي لينك، نذهب الى السيرفر، اختار اضافة رابط، اختار حسنا، وبعدها يظهر لي الحجم واسم الملف، راح اختار بدأ التحميل، مباشرة راح يتم التحميل من الموقع بسرعة عالية جدا، الميجات في الثانية. ان شاء الله يكون الامر واضح، وان لم يكن واضحا فقد ضع تعليق لك على الفيديو، ان شاء الله اجيب عنه باسرع وقت. هذا كان كل ما لدي، لا تنسى الاشتراك بالقناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.